السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم، تحياتي لكم جميعا. غادي في الطريق. هنا عندنا هنا في البلاد، باقي ما وصلتش بلاد عندنا. غادي في الطريق دابا، ولاحظت واحد الحاجه اللي هي زوينه الصراحه، انه واحد المشروع كبير خاص لهاد الناس هادو، هاد المنطقه هادي، تقريبا شي 4 الجامعات، الجامعات القرويه. قادي مشروع ديال الماء، المشروع ديال الماء، تزويد هاد الناس هادو بالماء. شوفوا معايا، الله يجازيكم بخير. مشروع كبير، مشروع ملكي، ماشي جابوا رئيس الجامعه ولا شي واحد، على ما اظن مشروع ملكي. شوفوا معايا، تبارك الله، هاد المنطقه قداش منطقه كبيره الاخوان، ما شاء الله تبارك الله. هذا غير واحد الثلث ولا قل من الثلث ديال واحد الجامعه، تبارك الله. انا قلت لكم 4 ولكن راه هما 5 هاد الجامعات الاخوان، 5 هاد الجامعات. كما كتشوفوا معايا هنايا، هنا كاين الواد، واد مازال غادي نهبطوا ليه الاخوان، الواد نوريكم المام منين دايز. وهنايا الاخوان الناس ساكنين هنا في هاد المناطق كامله اللي تشوفوا حاليا، كل دوار فين كاين. شو هنايا غادي نزومي، هنايا راه كاين واحد الدوار، هنا عاوتاني لتحت كاين الدوار اللي هي عاوتاني كاينين الطيور والناس. المشكله هنا فين كاين الاشكال، ولكن الناس اللي خدامين حاليا في هذا المشروع هذا اللي قلت لكم، انا دايرين واحد الحل، انه كل طريق غادي مع قادوس. الا لاحظتوا معايا لتحت اللي هي راه كاين طريق دايزه بالغودرون، وكاينين بلايص اخرين اللي فيهم الطريق ولكن غير بيس، ولكن كل طريق غادي معها قادوس. اي دار غادي يوصل لها ان شاء الله باذن الله. هنا الاخوان اللي تتشوفوا حاليا كما قلت لكم، راه غير واحد الثلث ديال واحد الجماعه، راه الالاف ديال الناس ساكنين في هذه المناطق. وهنايا كتشوفوا الاخوان، هنا هذا الشاطو ديال الماء، هذا راه غير شاطو واحد اللي صورت انايا، لانه كانت سالا ليا الشر من الكاميرا واسميتو، وماشي هو واحد ولا جوج ولا 5 ولا 10، لانه انا منين دزت في الطريق راه ضربت تقريبا شي 60 كيلومتر، تبارك الله، راه شحال من شاط وشحال من دار وشحال من سميتو، دايرين حتى الدار ديال سميتو ديال العساس اللي غادي يتكلف بداك الشاطو وداك الشريج وسميتو. صراحه مشروع كبير الاخوان. هنايا مورا هاد الجبله الاخوان اللي تتشوفوه، راه الشطر الاول ديجا تخدم، الناس مستافدين، عندهم الماء بحال المدينه، الدواوير فوق هاد الجبله هذا، الناس مستافدين، تدخل تما تتلقى السقايه، تتلقى الماء، الحمد لله، اللهم بارك. وهاد الجهه الاخوان لتحت هنايا الشطر الثاني اللي لحد الان خدامين فيه، اللي سمعت انه النهايه ديال 2024 هاد الناس هادو كاملين هنايا فين ساكنين هاد الناس هادو غادي يوصلهم الماء، غادي يكون عندهم الماء. هنا الاخوان العالم القروي راه ماشي مدينه، ماشي فيلاج، هنا راه غير الدواوير، كل واحد فين ساكن. هنايا كتشوفوا حاليا راه تبارك الله، راه كل بلاصه فيها دار، كل بلاصه فيها دوار، قبيله تبارك الله ما شاء الله. داكشي علاش قلت لكم الاخوان مشروع كبير، ميزانيه كبيره، وبرافو هاد الناس هادو اللي جابوا هاد المشروع واللي خدامين عليه حاليا، والناس اللي خدامين فيه. هادشي اللي بغينا نشوفو، بلادنا تزيدو قدام. هادشي علاش الاخوان بارطاجيت معكم الفيديو، باش نشوفو شي حوايج اللي هما زوينين في بلادنا، ماشي غير اسميتو نهضرو على اسميتو الخايبه، راه كاينين بعض الحوايج اللي هما زوين. شوف ليا تبارك الله هاد المنطقه قداش، هنايا هاد الجهه اخرى، هنا راه فين واقف انايا، جيت لهاد البلاصه لانها عاليه، غادي نصور لكم كلشي. وهاد الناس هادو راه عندهم حاليا الماء، ماشي ما عندهمش، راه كاين واحد المشروع الاول هنايا، كاين واحد المشروع ديال المبادره للتنميه البشريه، تقريبا تصاوب مليار سنتيم، ولكن المشكل ديال هاد المشروع هذا انه البومبا تتخسر ليهم. هنايا فين كاين الواد، هنا كاين واحد الواد، من تما مطلعين لهم الماء، الماء اللي كيستعملوه حاليا. وكاينين بلايص اخرين اللي ما عندهمش هذاك، ما استافدوش من ذاك المشروع، ولكن غادي يستافدوا من هذا المشروع اللي هو مشروع كبير، الماء جاء من البرج من السد. المهم قلت لكم باللي انه ذاك المشروع الاول المشكل ديالو هو انه البومبا كل مره تتخسر، البومبا تدير 6 مليون، والجماعه ما قاداش على ذاك سميتو، كل 4 شهور، كل عام، كل 6 شهور تتخلص، خاصها تجيب بومبا جديده اللي هي تدير 6 مليون. المهم دابا داك الشيء علاش جا هذا المشروع، الحمد لله انه هاد الناس هادو اللهم لك الحمد.
الناس هادو صبروا مساكن صبروا صبروا حتى جا الخير الحمد لله. دابا هاد الناس هادو غيولوا بحالهم بحال الناس اللي ساكنين في المدينة. شوف تبارك الله هاد المنطقة قداش، وشوف لتحت قداش، ونتمنوا مشاريع أخرى في بلايص أخرين اللي الناس حاليا تيعانيو من القضية ديال الماء، الأزمة ديال الماء. راه كاينين الناس اللي ما عندهمش الماء، الحمد لله هاد الناس هادو. المهم راه المسؤولين ديال هاد المنطقة شي وحدين راه خدامين صراحة ما نكذبوش، باش دايرين مشاريع ديال الماء، ديال المبادرة للتنمية البشرية، حفروا البير، جمعيات، كلشي خدام، كلشي تيتحرك، كلشي تيجري باش يوفروا سميتو لهاد الناس هادو الماء. ولكن ملي جا هاد المشروع هذا صافي غادي يحل هاد المشكل ديال البير ولا ديال سميتو، غادي الحمد لله. إذا الإخوان خلاصة القول أنه راه كاينين شي ناس خدامين في هاد البلاد، وكاينين شي ناس اخرين راه غير ناعسين. راه كاينين شي بلايص اللي الناس الله يحسن العوان راه شفناهم وعارفين المرض. ما تنهضروش على المدينه بحال جيراننا الجزائر، المدينه ما فيهاش الماء. هنا راه تنهضرو في العالم القروي، في الناس ديال الباديه. وكاينين المناطق اخرى اللي فيها الماء، كاين الواد، كاين بحال النواحي ديال مراكش والنواحي اللي فيها معروفه بالماء عندهم. هاد المنطقه هادي راه ما تطيحش فيها الشتاء بزاف، قليل قليل مصويره راه معروفه انه الماء راه ما كاينش، قليل ما تطيحش الشتاء. ولكن الحمد لله بعد المشروع هذا خدموا عليه الناس، جا المشروع، الناس دابا غادي يستافدوا الحمد لله. المهم غادي نهبط للواد لتحت نصور لكم الواد حتى هو. سلام، انا وصلت حدا الواد. حنا ماشي تنتباهوا، الحمد لله هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. هذا واد في البلاد عندنا تبارك الله ما شاء الله الماء كاين، مع ذلك انه في العين منين تيخرج الماء حافرين تما ما عرفش شحال من بير، تقريبا شي 3 ولا 4 ولا 5. علاش؟ لانه باش يوفروا للساكنة الماء. هذوك الدواوير اللي الفوق هنايا، فوق هاد مورا هاد الجبولة هادو هنايا، كامل هاد الناس هادو تيستافدوا من هاد الماء. ومع ذلك كما قلت لكم انه كاين سميتو الماء مشروع، واحد المشروع اللي هو كبير. هاد الناس هادو هاد الساكنه وهاد الدواوير غادي يوصلوا من الماء من البراج. البراج هو السد اللي تيتكب فيه هاد الماء، هاد الواد هذا براج كاين لتحت لهيه لتحت تقريبا هنا مورا هاد الجبوله بعيد شي 90 كيلومتر ولا ما عرفتش شحال، كاين السد تما، من تما غيجيبوا الماء. دابا الناس غيولي يجيو من الماء من تما، ما نقي مصفي بحال ديال المدينه، غيولي عندهم الماء 24 ساعه على 24 ساعه. هوبلا، هذا راه واد، هذا الحمد لله الحمد لله. نتوما ابسط حاجه ما كايناش هي الماء، اساس الحياه اللي هي واحد الماده اللي هي ضروري تكون في البلاد. الحمد لله بلادنا فيها الماء فيها الخير. ها هو هنايا، وهذا هو الواد. عرفتي هذا ملي تتكون الشتاء تبارك الله ما شاء الله راه تيشد من ليه تقريبا، تيشد من ليه حتى لهنا تقريبا شي 200 متر اللي تيشد، ما تقدرش تدوز. هاد القنطره شوفها، القنطره تبارك الله قداش عاد تبان لكم بعيده. الحمد لله كنت لفوق لهيها، كنت في هنايا مورا هاد الجبوله اللي تقريبا هنا، هذا الوسطاني هذا تما فين كنت صورت لكم الفوق هذا، على حسب داك المشروع اللي قلت لكم ديال المشروع ديال الماء. الحمد لله هاد الناس هادو راه كاين الماء، كاين الماء خصها اللي يخدم عليه. وبالنسبه ونقص الماء، لانه كنت هنايا رمضان، قريب رمضان كنت هنايا كاين الماء تبارك الله. منين غادي ندوز نتمنى نجيب دوره، كنت هنايا مورا سميتو كان تقريبا فيه مترو ديال الماء، مترو. دابا نقص على حسب داك الزلزال اللي كان زاد الماء، ولكن دابا راه نقص. وكما قلت لكم انه هاد الواد هذا ها هو شويه عاوتاني جاي من ليه شي غادي لهيه، ها هو الشيء. وهذا ومن هنا كيعمروا سيتيرنات الناس اللي ما عندهمش الماء، اللي بغى يبني، اللي بغى سميتو تيجي كل بلاصه. راه هاد الواد هذا تقريبا راه شاد على شحال من دوار، نقول لك شي 10 ولا 12 دوار. خلي اللي لتحت داكشي اللي تنعرف انايا، خلي داكشي اللي ما تنعرفش. المهم هاد الواد تقريبا انا ملي تزاديت لقيتو فيه الماء، والوالد حتى هو ديالي وجدي لقى فيه الماء. ما عمرو نشوف هاد الواد الحمد لله، ولكن مؤخرا نقص الماء، نقص هو في الصيف تينقص، هو في الصيف تينقص الماء، ماشي
اما ايامات ديال الشتاء ما تهضرش عليها، ايامات ديال الشتاء راه ما تدوزش هنايا اصلا، ما تقدرش تدوز من الليل، انا خصك تدور من القنطره ليها. وهنا كما قلت لكم هنايا كاين التيوات ديال اللي تعمروا بهم الماء، ها هما هنا شتو هنا تقريبا، هنا تما تتجي سيتيرنا هنا تتوقف تتعمر. وهنايا عاوتاني مورا هاد القنطره هادي كاين واحد البير، فهمتي كيفاش؟ شتي هنا فين هي الطريق ديال سيتيرنا هنا فين تتوقف، شو تجي هنا، هنا هي هادي الطريق تتوقف هنا، هنا شوف فين كاينين دوك التيوات تما فين تتوقف تتعمر الماء، على حسب الناس اللي تيبني والناس اللي باغي الماء البهايم وسميتو. هذا مكان وهذا جبل، هذا الحديد ديالي الموتور باش جاي باش جيت هنايا. واحد الواد ملي تتكون الشتا حتى هو تيكون عامر، هذا واد خاوي، هذا واد ناشف، ها هو النخل. الطبيعه يا سلامه، هبطت من هنا هاد الجبل هنا فين كاينه الطريق شوف، ولكن انا جيت مال هيها مورا ديك الجبوله، ونضال البلاد ديالنا مورا هنايا، هنا خصني نمشي من هاد الجهه. الخروب خروب، اللهم بارك سيدي. نريحوا شويه نتسارحوا شويه، عيد والله الا عيد، نهار كامل ديال الجزره. الحمد لله على بلادنا، الحمد اللهم لك الحمد. ها هو الحديد طالع كاين كات كات تنعم اسيدي، ايوا الحمد لله على بلادنا. كي دايرين بعدا؟ بخير لاباس عليكم، هاني كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتلاقاو فيديو جديد. كما قلت لكم الاخوان هنايا شو الطريقه كيفاش، شو القوات اللي تيدوزوهم هما هادو، شو باش تدوز هاد القوات كاملين في هاد المناطق راه صعيبه الاخوان. شو راه الله وصلوا هنايا القوات باقي ما غطاوهمش، شيت من هنايا قضية عندهم ديال القودرون، واحد القنفود ميت مسكين، شوف قنفود ميت، شوف ميت، شتي الهبطة هنايا خص القادوس يمشي حتى لهادوك الديور، شوف لهيا هاد الديور هادي، شوف عندك عاوتاني الديور لهيا، راه صعيب راه، شتو هنايا عاوتاني الديور لهيا، شوف. تحياتي للناس ديال وارزازات اللي خدامين هنايا، الناس ديال وارزازات تين غير ودوك النواحي ديال زاكورة، تبارك الله عليكم. شتو الاخوان هاد الديور هنايا، هادو هنا عاوتاني شي وحدين لهيها هنايا، عاوتاني الديور مازال غادي نصور لكم لهيها هنايا. وها واحد الدار هنايا شتو، هيا نزومي عليها شتو، ها واحد الدار اخرى هنا حدا الواد، هاد الواد فيه الماء. شو هاد الديور اخرين هنايا، ها هما هنايا شو هنا من تما جاي هاد القادوس. شو اذا الاخوان راه ما سهلاش، الله يحسن العوان الناس اللي خدامين اسميتو المشروع. قلت لكم راه مشروع كبير، راه هو القادوس من بادين، واه شو القادوس ها هو هابط لتحت غيمشي لهاد الديور هادو، شو هاد القادوس غادي لهاد الديور هادو. يلا وانت قول لي شحال خاصك باش تدوز كل بلاصه تدوز ليها قادوس. والله العظيم دابا واحلين هنايا في القودرون، قادوس جاي من هنا، زيد 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 حتى لهنايا، شو دابا القودرون خص يحفروا واحد الطوموبيل فين كاينه هنا، قادوس غادي مع الطريق. ها هو نزومي لكم واش هذا، شفتوا الطوموبيل غاديه تما، قادوس غادي مع الطريق. الحمد لله ضد الضو راه كاين الضو دابا، راه ما كاينش شي بلاصه في المغرب واقيلا ما فيهاش الضو، الحمد لله. اذا الضو كاين، دابا القضيه ديال الماء، بقات القضيه ديال الماء دابا راه خد. شوف واحد الدار اخرى فين كاينه، شوف لي واحد الدار عاوتاني هنايا فوق هاد الجبل هذا هنا، انا نزومي لكم وشوف. هيا شفتوا، ايوا حتى هي سيدي راه خاصه قادوس ديالها. صراحه كاينه الخدمه، كاينه شركات مغربيه اللي خدامين،
الله يسخر، نتمنوا بحال هاد المشاريع نشوفوهم. الحمد لله ملي تنشوف بحال هاد الشيء تيفرح. راه الماء هو كلشي، راه كما كتشوفوا الناس اخرين تيعانيوا من القضيه ديال الماء، فهمتيني؟ الماء هو كلشي. ملي غادي تجيب لهاد الناس هادو الماء من البراج، توفر لهم الماء في هاد المناطق اللي هي صعيبه، راه ما سهلش الاخوان. انا بالنسبه ليا داكشي اللي شفت الطريقه باش خدامين هاد الناس وهاد التمار اللي تيضربوا، الله يحسن العوان، راه ما سهلش الاخوان. ها واحد الدرع والثاني هنايا كاع ما شفتها هي ديالي. هاي هي واحده اخرى، شوف فين كاينه. يلا سير نتايا، بقاو معنا نمشيو نصوروا شي حاجه اخرى. شفتوها؟ انا وصلت واحد الدوار اخر، شفتو القادوس؟ ها هو، ها هو القادوس. نعم اسيدي، شو غادي ليا، غادي للديور ليا. ها هما القوات هنا، وهنا مدرسة. شو شو لتحت عاوتاني لهي، ها ها هي البلاكة. هي وصلت البلاكة ديالها سميتو المشروع. هاي مدة الأشغال 12 شهر، 12 شهر تقريبا، راه واصلين دابا تقريبا 90% ولا 95، الله أعلم. الشطر الثاني شو هو الجماعات اللي كاين، بوزمور، ايت عيسي، ايحاح، اداغاس، اسايس، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 5 د الجماعات، 5 د الجماعات. شوف شوف كيدايروا لهنايا، شوف شوف شوف، 5 د الجماعات، تبارك الله اللهم بارك، 5 د الجماعات. هنا عاوتاني هنا واحد البلاصه اخرى، دابا تقريبا جيت من ليا شي نقول لكم شي 25 كيلومتر، دوار اخر. ها واحد الدوار، ها هو، ها واحد اخر هنا، هنا فين تتبان لكم هاد الدار، هادي هي هنا. ها القادوس غادي معاه هنايا، ها هو هنا، ها هو هابط لتحت غادي لهاد الديور فين كاين هاد الطريق، هادي هنايا. وقادوس اخر طالع مع هاد الجبل، شتي؟ ها هو قادوس اخر طالع مع هاد الجبل فين تتبان لكم الطريق، ها هي هي طالعه لفوق. قادوس، القادوس غادي مع الطريق فوق هاد الجبل، هاد الجبل هذا اللي تتشوفوا دابا هنا فوق منه كاينين الديور، فهمتوني كيفاش؟ شوف ليا شحال من قادوس وشحال من حفرة وشحال من فوسي وشحال وشحال وشحال. المهم مزيان هاد الشيء تيفرح، نفس الوقت الناس غادي يستافدوا من الماء، وثاني حاجة الشركة تخدمو، وثالث حاجة الناس تخدم. مثلا اللي غادي يخدم هنايا راه هي العاملة كبيرة اللي غادي تخدم هنا، المنطقة عاوتاني قدام. شوف حتى لهنايا راه هاد الجبل هذا، ماشي هذا، ماشي هاد الجبل هذا، ماشي هذا، الاخر اللي موراه حتى لتما. وسير عاوتاني من هاد الجهة، عاوتاني منين جيت الطريق يلا صوبوها، هادي غادية من هنا وغادي هادي غادية من هنا. المهم الماء هو الاول مع الطريق، اللهم بارك. المهم دابا غنمشيو نشوفو المشروع الاول، حيتاش كاين المشروع الاول ديال المبادرة للتنمية البشرية، عاد جا هاد المشروع الكبير ديال الماء ديال السد ديال البراج. وهاد المشروع الاول كاين غير ديال البير، جايبين البير من داك الواد اللي كنا فيه لهاد الناس هادو، عرفتي داك الواد فين كاين؟ واي الا عرفتي فين كاين، عرفتي هاد الجبل هذا، هاد الجبل هذا، هاد الجبل هذا حداه تحت منه تما فين كاين داك الواد، وغادي غادي 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 هوك حتى لهنايا، هنا فين كاين العين ديالو موراه هنا، منين تيخرج الماء وهابط غادي حتى للبراج ديال جيد اكادير تما، واحد البراج سميتو، سميت البراج مولاي عبد الله ولا مولاي الحسن الاول ولا ما عقلتش سميت البراج. المهم غادي نمشي نوريكم الطريقه كيفاش. هذا التراب هذا تيديروه القادوس، حافرين هنايا شو. والقادوس فين غادي؟ غادي هابط لتحت شو، انا غنهبط مع هاد لابيس نوريكم. شوف معايا شحال ديال الحجر طلعوه هنايا، شو 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 شحال ديال الحجر، شو هادشي كامل اسيدي، غادي غادي شي هابط هاك شي طالع هوك شي طالع فوق هاد الجبل. المهم كاينه خدمه، كاينه الخدمه، اللهم بارك، الله يسخر اسيدي. ها هو هذا هو القادوس دابا اللي جايب ليهم الماء حاليا، الماء دابا هو هذا،
هذا هو القادوس محطوط فوق الارض. شوني كيفاش؟ ها هو طالع صاعد الجبل هذا. شوف ها هو ها هو القادوس. شوف قادوس طالع 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 طالع. ها هو غادي طالع فوق هذا الجبل هذا من هنا. شوف هادو هما اللعيبات ديال الماء جاي من هنا مشاو لهاد الديور هادو هنايا. واحد غادي لهاد الجهة. ها واحد طالع لفوق. هذا هو هذا هو اللي جايب لهم الماء لحد الآن. ولكن المشروع الكبير هو هذا. دابا راه حافرين الماء القادوس. ها هو غادي مع هاد لابيس الصغير. دابا هذا هو ها هو غادي ها هو هنايا فهاد لابيس هو هابط لتحت.